أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: يعمل معي في المكتب رافضة ويسلمون علينا ونسلم عليهم ونعانقهم بعد الإجازات والأعياد، فهل يجوز ذلك؟ هذا لا يجوز، لا يجوز لكم أن تبدأوهم بالسلام ولا أن تعانقوهم، لا يجوز لكم، لأن هؤلاء أعداء الله ورسوله وأعداء المسلمين، فيجب هجرهم ومقاطعتهم وعدم المؤانسة معهم، نعم، والضحك معهم، نعم.